وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الحميد فضيل، محلل وهو المحلل الاقتصادي. سيد عبد الحميد أهلا بك. بداية، ما هو تعليقكم على هذا القرار، إقرار ميزانية هذا العام بقيمة 42 مليار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي محمد. حياكم الله. تحياتي لمشاهدي قناة التناصح الفضائية. حقيقة يعني تمام جميعا بإقرار الترتيبات المالية لعام 2018 بقيمة 42 مليار دينار تقريبا. ما نلاحظه أخي محمد أن إقرار الترتيبات المالية لعام 2018 يعني تأخرت ما يقارب 5 أشهر مثل ما حدث العام الماضي. حتى العام الماضي أقرت الترتيبات المالية لعام 2017 في 5 مايو 2017، وبالتالي هذا يؤثر إلى أن هناك حقيقة بعض الصراعات ربما تكون، أو هناك بعض الإرباك الحادث بين المؤسسات المالية والرئاسي في الفترة الماضية حتى تم إقرار هذه الميزانية. أيضا الملاحظ أستاذي الفاضل على هذه الميزانية أن قيمتها كانت مقاربة لميزانية 2017. أيضا ملاحظ على هذه الميزانية أن جل البنوك في هذه الميزانية حقيقة هي عبارة عن مصروفات استهلاكية لو صح التعبير، بعيدة كل البعد عن الأنفاق الصينية، وبالتالي ربما يشوف ذلك موضوع عن الفساد، حقيقة الفساد المالي. عندما نلاحظ مثلا مرتبات الأجور تقريبا سوف تكون بقيمة 21 مليار أو 22 مليار، وبالتالي حقيقة هذه أرقام كبيرة في المقابل نجد أن الناتج المحلي الإجمالي غير النسبي يعني يشكل تقريبا 20% من الإجمالي الناتج المحلي. نعم. وعندك تقريبا 1,700,000 عامل، وبالتالي هناك حقيقة تفوق كبير والترقي وتخبط حقيقة. ولكن نستطيع أن نقول أن هذه الميزانية تقريبا مطابقة لميزانية 2017 والتي كانت قيمتها 37.5 مليار. أيضا الملاحظ أستاذ محمد، وهذه نقطة مهمة جدا، أن العجز الميزانية العامة لا يزال مستمر، وتقريبا سوف يكون في سنة 2018 12 مليار دينار، أي ما يقارب 8.7 مليار دينار. طيب بلغة الأرقام، عجز الميزانية العامة بدأ منذ عام 2013 منذ جريمة إغلاق المواني النفطية. ونحن نعاني محمد بيلغ بالأرقام بشكل سريع جدا. في عام 2013 شكل العجز تقريبا 10 مليار، خسائر إغلاق المواني كانت 25 مليار تقريبا، واستمر العجز حتى سنة 2014 22 مليار، سنة 2015 25 مليار، سنة 2016 21 مليار، وسنة 2017 وفق الترتيبات المالية كان إجمالي العجز 10.6 مليار دينار، والآن يعني العجز زاد إلى ما يقارب 12 مليار دينار، وبالتالي سوف يزداد الدين العام المحلي الذي وصل إلى 100 مليار دينار. أستاذي الفاضل، لابد من الإشارة هنا حقيقة، نحن كليديين حقيقة ننسى أو نتنسى مشكلتنا الأساسية. طبعا هناك اتصال سياسي لغردان، ولكن وفق الأرقام، والأرقام لا تكذب، أن مشاكلنا الاقتصادية بدأت منذ عام 2013 منذ إغلاق المواني النفطية حقيقة. نعم. طيب مشاكل اقتصادية. طيب سيد عبد الحميد، نعم سيد عبد الحميد، يعني بلغة الأرقام ما الذي يعنيها أن يكون هناك عجز في موازنة الدولة بحوالي 12 مليار دولار في ظل الأوضاع الراهنة وانسداد الأفق في المشهد السياسي في البلاد، وبالتالي البعض يتوقع يعني استمرار الأزمات وربما اختلال في واردات الدولة أو صادرات الدولة من النفط؟ صحيح أستاذ محمد، يعني وجود عجز بقيمة 12 مليار دينار يعني أن وزارة المالية سوف تقوم بالاقتراض من جديد سنة 2018 من المصرف المركزي حتى تغطي هذا العجز، وبالتالي سيكون هناك يعني ديون مستحقة على وزارة المالية. طيب لتبسيط الأمر أكثر سيد عبد الحميد، نعم هذا سيكون في سنة 2018 بالإضافة إلى المليارات الأخرى التي ناهزت 100 مليار دينار خلال 6 سنوات الماضية منذ عام 2013. نعم. الجانب الآخر يا أستاذ محمد، في نقاط مهمة جدا وفق الأرقام، يعني الإنفاق الحكومي نشاهد خلال السنوات الماضية أو الأربع الماضية هناك إنفاق كبير بالنسبة للإنفاق الحكومي، وهذا الإنفاق الحكومي
سوف يعني يترجم في شكل طلب على السلع والخدمات، الطلب على السلع والخدمات سوف يضغط على الطلب على النقد الاجنبي على الدولار، وبالتالي سوف يؤدي الى زياده سعر الصرف الاجنبي. ايضا كما ذكرت الصادرات، طبعا عمليه الصادرات والواردات يعني 85% الاقتصاد الليبي يعتمد على السلع المستورده من الخارج، وبالتالي كل ذلك يتطلب نقد اجنبي، اما الصادرات الاقتصاد الليبي يعتمد يعني كليا على الصادرات النفطيه، وبالتالي حتى مقدار العجز في الميزانيه العامه هذا المتوقع نفط الاسعار ما بين 70 دولار للبرميل. لو زادت اسعار النفط الى مثلا 80 دولار للبرميل او حتى بقت 75 دولار للبرميل مثل ما هو موجود الان، اعتقد ان مقدار العجز يتوقف، لان مقدار الايرادات النفطيه المتوقعه لسنه 2018 سوف تكون 22 مليار دينار او ما يقارب 16 مليار دينار، اما الايرادات غير النفطيه المتوقعه سوف تكون في حدود 2.5 مليار دينار، بالاضافه الى 5.5 مليار دينار، هذه عباره عن ارصده للمؤسسات الحكوميه سوف ترحل الى الترتيبات الماليه لعام 2018. طيب سيد عبد الحميد، يعني لتوضيح أكثر، مسألة أن تقترض وزارة المالية من المصرف المركزي تعني بأن المصرف المركزي يلجأ إلى الصرف من الاحتياط العام للدولة. صحيح، يلجأ إلى صرف هذه الأرقام من الاحتياطيات. أيضا أستاذ محمد، إذا ما تتبعنا بالأرقام من الاحتياطيات يعني تقريبا انخفضت من 107 مليار دولار الى ما يقارب 43 او 44 مليار دينار حتى نهايه سنه 2017، وبالتالي حقيقه الوضع الاقتصادي يستلزم يعني اتخاذ بعض الاجراءات وبعض السياسات الاقتصاديه سواء كانت سياسات ماليه او سياسات نقديه. يعني عندما اتحدث عن اعداد الدعم ايضا كبيره، وجزء اكبر من هذا الدعم يهرب الى الخارج. ايضا عندما نتحدث على 21 مليار يا استاذ محمد، الان هو رقم مخيف ورقم مرعب، عندما نتحدث على ما يقارب 2 مليون يعني عامل او موظف الاقتصاد الليبي، عدد سكانها يعني 6 مليون في دول اخرى، يعني عدد سكانها ما يقارب 12 مليون، وعدد العاملين فيها لا يتجاوز 250 الف عامل، بالتالي انت تقريبا تنفق ما يقارب 70% من مرتباته اداره ليست اجور، انما هي عباره عن اعانات او مدفوعات تحويليه تسمى اقتصاديا. نعم. يعني بالاعانات يعني انت تدفع في اجور. طيب. دون ان يقدم هذا الفرد اي خدمه او اي وظيفه او اي انتاج من الاقتصاد، وبالتالي هذا سوف ينهك ميزانيه الدوله، وهذا سوف يسوه الاقتصاد. حقيقه هذا الموضوع ليس جديدا، هذا الموضوع موجود، يعني طبيعه الاقتصاد الليبي كانت مرتبطه بالنظام السياسي او النظام الدكتاتوري الموجود في السابق من نهايه السبعينات، والنظام الاشتراكي. واضح جدا، شكرا لك. الدوله او تملك الدوله لكل المؤسسات. شكرا لك سيد عبد الحميد. نعم سيد عبد الحميد فضيل المحلل الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر.